صباح الخير، أنا آيل عثمان، طالبة دكتوراه من جامعة MIBT بموسكو. اليوم رح أحكي عن رسالة الدكتوراه تبعي، واللي هي دراسة توصيل المادة الوراثية إلى الخلايا الثدية باستخدام بروتين ARC. مثل ما بنعرف إنه العلاج الجيني هو العلاج اللي يستهدف جينات موجودة بالجسم لحتى يعالج مرض أو يحسن قدرة الجسم على محاربته. واستهداف الجيني بيتم عن طريق نواقل، وأهم ناقلات العلاج الجيني شيوعاً هي الفيروسات، واللي هي رغم كفاءتها الكتير عالية إلى مخاطر تتعلق بالسمية المناعية وتحريض استجابة مناعية غير مرغوبة. أما النواقل غير الفيروسية مثل الليبيدات والبوليميرات والجزيئات النانوية فهي أقل تحريض للسمية المناعية ولاقت اهتمام كثير كبير وزيادة بالاستخدام من 2004 ل 2013، ولكن بقيت كفاءتها الغير عالية نسبيا مقارنة مع النواقل الفيروسية مشكلة. ورغم التحسينات الكبيرة بكل النوعين الفيروسية وغير الفيروسية، ظل وجود ناقل مثالي ليعتمدوه بالعلاج الجيني حقيقة مشكلة. صار في تحسينات من ناحية مدة التعبير والكفاءة والنوعية، ولكن هن العلماء ظلوا بحالة بحث مستمر لحتى كيف يطوروا النواقل المتوافرة حاليا أو يلاقوا بديل وناقل جديد بيحمل ميزات أكثر ومضار أقل. بعام 2018 تم اكتشاف خصائص جديدة لبروتين عصبي يدعى الارك، وهالخصائص كان لها ميزة واعدة جدا بالعلاج الجيني. شو هو الارك؟ ما هو بروتين الارك؟ ارك هو اختصار لاكتيفيتي ريجوليتد سيتوسكيلتون اسوسييتد بروتين، هو بروتين عصبي محفوظ بشكل كبير بالفقاريات وبيرتبط نشاطه بالعمليات السلوكية عند الانواع. له دور مهم جدا بالدونة أو المطاوعة المشبكية، واللي هي قدرة المشبك إنه يغير قوته زيادة أو نقصان تكيف مع التأثيرات الخارجية. ونظرا لهالأهمية ارتبط التغير الوظيفي والتعبيري والجيني لبروتين الأرك مع اضطرابات عصبية وأمراض عصبية كثيرة مثل الشيزوفرينيا والتوحد والزهايمر. هلا الدراسات التطورية للجين لاحظت انه التركيب الجيني للارك يحتوي على عناصر موجودة في بروتين الجاج، واللي هي اصلا من TY3 جيبسي LTR ريتروترانسبوزون، واللي هي اسلاف للفيروسات القهقرية الريتروفيروسز. إذا منلاحظ التركيب الجيني لكل من الريتروفيروسز والLTR ريتروترانسبوزون، منشوف إنه بيشتركوا بتركيب جيني واحد بيتألف من 2 سب دومين هن الجاج والبول. الجاج بيرمز 3 بروتينات، الماتريكس اللي هو وظيفته إنه يرتبط بالغشاء الكلوي، الكابسيد واللي هو وظيفته إنه يشكل الكابسيد للفيروس، والنقل كابسيد وظيفته إنه يرتبط بالحمود الأمينية. أما السبدومين الآخر البول هو بيرمز بروتينات مختلفة بتشطر البولي بروتين، بتعمل نسخ عكسي للآر إن إيه إلى دي إن إيه، وبتدمج الدي إن إيه الجديد مع جينوم الكائن المضيف. هلأ مع تطور الجينوم مع الزمن شافوا إنه هالتسلسلات الريتروفيروس والLTR ريتروترانسبوزون اللي اندمجت مع جينوم الكائن المضيف، قرر الكائن المضيف إنه يحتفظ فيها ويستخدمها لحتى يعمل جينات بأغراض جديدة. وهي العملية أطلقوا عليها domestication، وهي حتى نتيجة تكيف مع التطور، والجينات الناتجة أطلق عليها domesticated genes. وطبعاً التركيب الجيني للآرك بيبرهن أنه هو أحد هذه الجينات، وأنه هو ظهر ممكن نتيجة ليحدث تواصل بين الخلايا بالجهاز العصبي. الفحص البيوفيزيائي للآرك شاف أنه هو مونومر، ولكن قادر أنه يعمل سيلف أسوسيشن ترابط ذاتي ويشكل أوليغومر على شكل كابسيد شبيه بالفيروس، فيروس لايك كابسيد. مو بس هيك، انه هذا الكابسيد قادر انه يرتبط مع الـ RNA الـ ARC RNA وينقله عن طريق الحويصلات خارج الخلوية الى الى خلايا مجاورة، وهنيك بيصير له ترجمة وتعبير عن البروتين.
هي الخاصة هي خاصة مميزة للفيروسات القهرية حقيقة، وشافوا إنه دخول الكبسول إلى الخلية ما عم يحتاج أي بروتين دمج فيوجن بروتين، ورغم إنه الكبسول غير مغلف لا يحتوي على انفلوب، ولكن هو قادر على حماية نفسه وحماية الـ RNA الموجود جواته. وطريقة دخوله قد تكون نتيجة تفاعل مع مستقبل معين على سطح الخلية المتلقية، أو نتيجة لحدوث conformational change، تغير بنيوي بالكبسة سهل عملية دخوله. أما الارتباط بين الـ ARC كبروتين والـ ARC mRNA فعم يحدث عن طريق النهاية الأمينية للبروتين، واكتشفوا 28 حمض أميني من ضروريين وكافيين لتشكيل الأوليغومر وتشكيل الكبسل. هلا هالميزة الجزيئية المثيرة للاهتمام لبروتين الأرك تطرح تساؤل كتير مهم، هل الأرك قادر على إيصال المادة الوراثية بطريقة مشابهة للفيروسات القهرية كونهم بيجوا من نفس الأصل؟ وإذا تم اعتماد هذا الطريق، وهل من الممكن تطوير نظام لإيصال الـ RNA للخلايا؟ وبنفس الوقت كل هالتساؤلات بتطرح تساؤلات جديدة، واللي هي هل يمكن تحميل شحنة الكابسيت الكارغو تبعية الكابسيت بـ RNA هدف غير الـ RNA تبع الـ R؟ أو هل يمكن تحميلها بحمض أمينية أخرى مثل الـ DNA؟ وما هي آلية دخول الكبسة للخلية؟ هل هو بحاجة لفيوجن بروتين ليسهل دخوله؟ وطبعاً الإجابات عن كل هذه التساؤلات راح تكون مفيدة جداً بتطبيقها بالعلاج الجيني، واستخدام هذا البروتين كفيكتور كناقل للمادة الوراثية. وكون هذا البروتين تعبيره طبيعي بالخلية وهو اندوجينس، فنحن متوقع أنه ما راح يسبب أي استجابة مناعية غير مرغوبة وأعراض جانبية ما بدنا إياها. طبعا تحقيق هذا الشيء ليس بأمر مستحيل ولا بأمر بعيد المنال، لأنه في بروتين آخر بخصائص مشابهة بشكل كتير كبير للأرك وبتركيب جيني أيضا مشابه للأرك بيعود للفيروسات القهرية، هو أحد الجاج هومولوجوس، يدعى بروتين البيكتين. تم نشر دراسة العام الماضي عن البيكتين بتقول إنه استخدامه للبروتين قدروا يعملوا RNA delivery system وسموه SENS Selected Endogenous Encapsidation for Cellular Delivery. شافوا إذا بيتم إحاطة الجين الهدف بالـ UTR تبعية البيكتين 3 UTR والـ 5 UTR، فهن قادرين يوصلوا الجين الهدف طبعا بوجود فيوزوجينيك بروتين، ويعملوا ترانسفكشن بكفاءة عالية و سبيسيفيسيتي كمان عالية. وصراحة وأنا عم بعمل هذا البرزنتيشن اكتشفت إنه في دراسة مكملة للدراسة اللي عم بحكي عنها عم تقيم هذا السيستم سن سيستم بإن فيفو بماوس مودلز. هذا كل شيء بدي أحكيه عن رسالة الدكتوراه تبعي وعن خصائص اللي كتير مميزة لبروتين الأرك. شكرا للاستماع، وإن شاء الله بنلتقى بمؤتمرات قادمة. شكرا للدكتورة آية.